السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمتتبعين ومتتبعات القناة العزيز الغني على قلبي. عواشر مبارك أخو سي رمضان على الأبواب، ما بقى والو، والله بلغنا حنا وانتم يا ربي، رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي، آمين. الله يدخل علينا يا ربي، على الأمة العربية والمسلمة بصحة وسلامة وتيسير الحال يا ربي، آمين. وهاد لا فيديو أخوتي برعاية عوك عوك بان كل فضفاضة. مبروك عليك أختي العواشر، شوفي لا تقولي حنا ما فينا الصواب، حنا اختي مالين الصواب والاداب، وجينا كذلك نباركوا لك على السكنه الجديده. الله يجعلها يا ربي عتبت الهنا والسرور، وتيسير الحال وتشوفي فيها ان شاء الله كل خير. واخا انت راه جالسه تقلي منها، اش كاينه على قدها وداك الشيء على قدنا. لا اختي تبارك الله، راه دار اختي، راه كاين كاع مسكين اللي ما عنده وما عنده حتى باش يخلص لك، راه انت تبارك الله راه بعدا سكنه بعدا، نقولوا الحمد لله على اي حال ياك. تبارك الله راه ما شاء الله، كو كان بغيتي راه تشدي دار حسن من هاديك، ولكن بطبيعة الحال راه حنا عارفين سكينة، فهمت سكينة باش تجينا دعيمة. المهم اختي مبروك عليك، والله يجعلها يا ربي عسبة السرور، انا نكررها لك عاود ثاني، والله يا ربي يفرح قلبك بشي مولود ولا شي مولودة، ولا يحرم يا ربي شي مشتقة من الوليدات. حنا اختي راه ما تنحسدو حد وما تنغيرو من حد، والله يسهل على الجميع. ونبارك لك عاوتاني اختي بالرجوع ديالك بعد هاد العانات وهاد الصعوبات وهاد المشاكل وهاد السب والقذف، وعطيني نعطيك ايه، والكلام الفحشائي والمنكري في التيك توك هو يقول وانت تقولي، واللي قال هو اكتر من اللي قلتي انت اختي. المهم اختي مبروك عليكم الصلح، وقالت لكم فضفاضة الناس اللي غيقولوا ليها انت راك مدلولة شدوا فامهم عليها، ثم راه ما عرفتوش حياتها الخاصة. بطبيعة الحال هي مسامحة كريمة قالت لكم، واش هي قالت لكم غادي تضيع 16 سنة هباء المنطور هي حيت سبها وقذفها وحيت غير قال الكلام المفحش، حيت قال الكلام اللي ما يتقالش في حقها، وحيت غير جبد في الشرف ديالها، وحيت ما خلاه ما قال في العرض ديالها، وحيت ما خلاه ما قال في العائلة ديالها. طبيعة الحال اخوتي هي ما غتضيعش 20 تاع 16 سنة على هذا الكلام كله باش بطبيعة الحال تطلق هي من راجلها. لا، الناس اللي تيسولوها تيقولوا ليها انت كنتي جالسة في داركم ودابا شفنا كريتي الدار وتتزهزي وتتفرشي، واش انت رجعتي مع راجلك؟ بالله عليكم هذا السؤال اخوتي تسولوه الفضفاضة، ها نتوما حرجتوها قالت لكم هذا لا فيديو ما عرفتش كيفاش تتصوروا، بحال اول مرة غتصور في اليوتيوب، والسيدة قالت لكم ما تتعرفش تكذب، ما تتعرفش، قالت لكم تكذب اللي في قلبها على لسانها، نتوما اش بغيتوا عندها تحرجوها؟ بطبيعة الحال اول ما شفتو راه تتفرش الدار، ولكن اجي نرجعوا شويه لورا اخوتي. عقلتو نهار كانت تتساب معاه والسبان خدام هو لايف تابع لايف ويسب فيها بطبيعه الحال، وقال سي حرش في الرجال لا تجوجوش ولا تديوش ولا تفعلوش ولا تركوش، عقلتو فاش جالسه هي تتهضر في التليفون اختها دايره واحد اللايف سمسيمه، وسولت اختها سمسيمه شي حد قال لها واش اختك طلقت؟ قالت لهم لا ما طلقتش، فضفضه هي تتهضر مع راجلها اللي هو ابو كتاف، وقالت لكم هي انا راه دائما تنخرج معاه زعما الريستولات ونقعدوا راجلها وحلالها اخوتي، وقالت لكم دائما حنا زعما تنهضروا وتنحطوا النقط على الحروف، يعني اول ما غتشوفوا بطبيعه الحال راه كرا الدار وتتزهز فيها راه رجعت لراجلها. قالت لكم هي راه المسامح كريم، وقالت لكم هي راه ما خلى ما جاب باش يتصالح معاها، وجا عند والديها وطلب منهم السموح وسامحوا لي واخا على ديك الهضره كلها اللي قال فيهم، والمسامح كريم. فضفاضه حنا في عواشر دابا اختي ياك، هذه غير النصيحه لا ديرهاش من نقل الصواب، وانت مسامحه كريمه سامحتي كاع راجلك اللي ما خلى ما قال فيك، عطاك من المنقي خياره. ايوا اختي سامحي حتى نسابك، ايوا اللي قال فيك راجلك ما قالوا فيك نسابك، سامحيهم حتى هما وقولي المسامح كريم. ولا انت قلتي كما قلتي لي انت، قلتي بدلتي العتبه، وكما قلتي انت نبدل العتبه ونبعد ونعيش حياتي، وكما قلتي انت غتعاودي معاه الحياه من اول جديد بحال يلاه تزوجتي، وكما قلتي عاوتاني اول ما جا وعرض عليك الصلح وبغى يرجعك قلتي لي انا بغيت سكنتي بوحدي. مزيان اختي، بطبيعه الحال كل وحده تتبغي السكنه ديالها بوحدها، ماشي مشكله اختي.
وقلتي بالله قلتي ليه سكنتي بوحدين وبطبيعة الحال دار الشرط ديالك ومشاكرة وتتزهزوا في داركم وقلتي هو اللي تيزهز هذا الشيء علينا حنا وضع وضع اختي راه العواشر هادي نستقبلوا رمضان الحمد لله بلا كديبات اجي نرجعوا عاوتاني للارشيف نهار تتعاطي معاه في اللايفات وفي الفيديوهات وسبني نسبك فسولتك وحده قالت لك راجلك فاش خدام قلتي لي انا براسي وما عارفاش فاش خدام قلتي لي هما تيصرفش عليا قلتي لي هما عمرو شرا لي بيجامه انا كنت نصرف على راسي قلتي لي هم ما تيوكلني ما تيشربني كيلو تاع بطاطا لا جابوا لك يحسبوا عليك قلتي لي هم ما تيصرف ما تيدير ما تيفعل ما تيترك ها سبحان الله العظيم من ورا هاد المخاصمه طاح عليه كنز بابا عالي ها طاح عليه كنز بابا عالي يا اختي تبارك الله شتو شتو السب والقذف فاش يدير ايوا قولي للمتتبعين انا هذيك الساعه فاش كنت جالسه معاه في دارهم وعايشه فوق السطح وربي اللي عالم بيا كيما خرجتي انتي وقلتي ما خلاو ما داروا فيك نسابك وما خلاو ما عايروك نسابك وكانوا تيعاملوك معامله ماشي زوينه صبرتي 16 سنه حيت اختي ما كانش عندك اليوتيوب وحيت ما كانش عندك التيك توك وحيت ما كانش عندك الانستغرام وما كانش عندك الدخل باش تحركي اي اختي باش ديري المازوط لحياتك فهمتيني ولكن نهار ولا عندك دخل من اليوتيوب ومن مواقع التواصل بطبيعة الحال غتبدلي حياتك وهذا الشيء اللي وقع نطي وبدلتي حياتك نهار انت بغيتي تطلعي قناتك تبعتي خطوات الاخت ديالك تعاطات مع نسابها زادت شهرت ودخلت الادسنس ولات بخير وعلى خير حتى انت نطي ودرتي نفس بطبيعة الحال اللي دارت اختك وتعاطيتي مع نسابك ضربتي عصفورين بحجر منها طلعتي قناتك منها بطبيعة الحال التيك توك حتى هو دخلتي منه تبارك الله منها كذلك عزلتي وحيدتي نساب هكا ايوا ما انتي مسامحه مسامحه سامحي حتى نسابك يا كنتي قلتي عندك واحد القلب اللي بياض وما تتشديش في خاطرك وما تشديش على نسابك العواشر هادو واخا كاع انتي عزلتي عليهم من حقك وبغيتي مسكنك بوحدك عادي ولكن باش تقولي بوكتاف هو اللي شرى الازهزه هو اللي دار هو اللي كرا هو لا اختي لا اختي راك فايته قايله لنا ما عرفتش فاش خدام وفايته قال لنا تيجيبها كيلو بطاطا ويحسبوا عليك ودركا كاع غيكري لك دار وغادي يشري لك كاع الازهزه تاع الدار ويفرش لك تي علام من اخويا شي تطنزي وتبارك الله الادسنس راك دخلتي في هذاك السب والقذف غير بغيت نقول لك واحد الميساج وصلي لاختك حيت اختك هذيك الساعه فاش كنت تتعاطي مع بوكتاف خرجت و تيهضروا شي بعضين وخرجت وقالت لك حنا ما ينزلش علينا الدل حنا ما مدلولاتش حنا الرجاله ما ينزلش علينا الدل واختي هذا شنو نسميوه قلتي انت هذا ماشي دل 16 سنه هكاك تضيعيها وراه نيت اخوتي المشاهد راه ماشي دل هذا راه ادسنس راه حنا عادي نديرو الافلام عادي مسامح كريم من بعد ما ندخلوا الادسنس ونطلعوا القنوات ديالنا ونجمعوا باش نشريوا الازهزه واخا حنا نهار نبغي ونمشي ونشريو تبارك الله حنا انت قلتي اختي بفمك قلتي انت بخيرك وبذهبك وقلتي تبارك الله بفلوسك وقلتي ما خاصك خير ولكن انا تنشوفك دابا شكرا اللي شريت لينا مقضيه رمضان شكرا لفلانه والفلانه على نتوما منعدمين وراه اختي عندك راجل اللي هو بوك تا خصو يقوم بك علاه انت اختي منعدمه علاه بوك تا منعدم حتى غيصرفوا عليك الناس اه ماشي منعدمين نتوما علاه نهار غادي تتشري في الازهر تقول هذا الشيء بسيط على قد فلوسي الثلاجه دابا ما عندي باش نشريها المتتبعين صيفطوا الثلاجه الفضفاضه راه قالت لكم ما عندها باش تشريها واخا راه في تقيله ان راه تبارك الله بذهبها وبخيرها فلوسها قالتك تديرهم ذهب وتبارك الله غير الفلوس اللي تبارك الله دخلتي في هذا السب والقذف بينك وبين راجلك راه تبارك الله ماشي تكري هذيك الدار تكري تبارك الله برطمه كي دايره ولا واقيله قاعد دفعي في دار تبارك الله تشريها بس بقى مش اخوتي تكذبوا الكذبه وتبغيو المتتبع يطيقها حيت راه ماشي المتتبعين كلهم
طيقوا اختي، راه كاين تبارك الله المتتبعين والمغاربه اللي تيعزفوا على الزبيبه ويذوقوا حلاوتها، وراه ماشي الناس بحال بحال اللي جايه دابا تقول لنا المسامح كريم وزعما راني تنبغي راجلي وما خلى ما صيفط ليا باش يصالحني. اي يا اختي تتبغي راجلك والله يسخر ليكم، حنا ما نزيدكم هي الخير فهمتيني، ولكن بحال هاد الحاجات اللي ديروا وتخرجوا والسب والقذف والكلام الفاحش وتبارطاجيو هاد الشيء على قبل مصلحتكم نتوما باش تدخلوا الادسنس وباش تعيشوا العيشه اللي تتحلموا بيها، وحنا تخليونا هاد الفضائح في المواقع، راه عيب وحشومه. راه واخا بنادم ما نعرفش شنو يدير راه وصل غير بالشوهه، راه ما وصلش بشي محتوى اللي تيشرفه ولا غادي يرقيه عند المتتبع اللي تيبغي بطبيعة الحال الاحترام. راه كاين اللي تيبغي الشهاء وكاين اللي تيبغي، ولكن راه كاينين واحد المتتبعين اللي تيبغيو يشوفوا بلادهم او اليوتيوب نتاع بلادهم في احسن صورة بناس بلادهم وولاد بلادهم بطبيعة الحال. ما تنسيش هاد بوكتاف راه ما خلى ما قال فيك، راه الكلام اللي عمرنا ما سمعناه سمعناه من فمه قالوا فيك، واللي قلتي انت يا ايوا انا ما غاديش نقول انا ما قلتش، هو قال وانا قلت، ولكن اللي قال هو اكتر من اللي قلتي انت، هو طعن في الشرف وهو ما خلى ما قال من كلام مفحش. واخا هكاك انت راه ما قلتيش قد اللي قال هو، المهم حنا ما نزيدكم غير الخير، ولكن هذاك تمسكين وراني ما عنديش وهذه صرفت عليا وهذه صرفت عليا، ما عرفتش انا والله الا يوتيوب تقلب طلبه. والله العظيم الناس مساكن اللي استحقوا ما عندهمش ما تلاوش مساكن باينين. كنت واش بنادم تيدخل الادسنس وتيدخل من تيك توك ويضل فاتح لايفات ويضل فاتح العجب المتعجب وتيدخل الفلوس الفلوس وفي الاخر تيجي سامح، عفوا تيجي يزاحم واحد الانسان مسكين اللي ما عندوش ويستحق ان بنادم يساعده. كاينين يتامى كاينين ناس مراض اللي يستحقوا المساعده. واش عباد الله الناس عندهم عباد الله ومازال جالسين على الطليب؟ عباد الله اش هادشي اللي ولينا نشوفه؟ يوم مبروك عليك فضفاضه، ما نزيدوك الخير.